تخيلوا أنه الليلة اللي كان فيها يهوذا الإسخريوطي مقرر أنه يسلم الرب لأعدائه هي نفس الليلة اللي كان فيها يسوع عم بيغسل أرجل التلاميذ ومن ضمنهم يهوذا؟ قدام أبشع موقف للخيانة كان قدامها أحلى موقف لتواضع الرب، ماسك بين إيديه رجلين يهوذا اللي مقرر أنه يسلمه. قبل ما تستغرب الموقف، اعرف أنه هذا هو حالنا مع الرب. تيجي عنده بخيانتك وقدامها بيفرجيك قمة تواضع قلبه وقمة محبته. يسوع محى كل ديوننا قدام هذا العطاء، قدام هذا الفداء. بليز فكر مرتين قبل ما تخونه.